FM. الكلمة ليك. حاضر بحضنا سيد أحمد بن عمار مسؤول على تنظيم الدورة هذه. سيد أحمد مرحبا بك. مرحبا بكم ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة كاب أفيد. يعيشك يا سيد أحمد. كان ياخذوا فكرة على الدورة هذية في 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 نسختها الخامسة، معناتها مش جديد عليكم تنظيم الدورة هذه كرة القدم بستة لاعبين. هو في إطار العمل الاجتماعي تنتظم هذه الدورة الخامسة لكرة القدم بستة لاعبين، فرق بالطبيعة راجعين لاتصالات تونس، منضوين تحت المنظمة الوطنية للثقافة والرياضة والعمل. هي دورة قاعدة تتطور من سنة إلى سنة. السنة الفارطة كنا عملنا نظمنا الدورة ب 16 فريق، السنة هذه مرينا إلى 22 فريق تقريبا، مختلف الإدارات الجهوية. احنا كل ولاية فيها إدارة جهوية ممثلة وتضم تقريبا سنة 250 مشارك من مختلف الأصناف، من أعوان ومسؤولين ورؤساء ورؤساء مصالح، وكلنا نتلموا مع بعضنا. الدورة تقريبا انطلقت البارح يوم الخميس. نحب نقول كلمة أنا قبل ما نحكي على البرنامج بتاع الدورة، واحد أنه الدورة هذه قاعدة تتطور من عام لعام، يرجع شيء هذا للدعم القوي المادي والمعنوي اللي نلقوه من طرف الإدارة العامة المتمثلة في رئيسها المدير العام السيد نزار بوغيلة والسيد الكاتب العام السيد نبيل الحمامي، اللي الحقيقة احنا كإدارة تصرف في الشؤون الاجتماعية اللي انا مديرها ما نلقينا كان الدعم والتشجيع لتوفير الدعم اللازم ولضمان سيرورة هذه الدورة. وشنو يختلف من دورة لدورة؟ طبعا في الدورة الخامسة شنو يختلف على الدورات السابقة؟ الدورة الخامسة ولت اكثر عدد من الخريطين ومنظمة، تنظمت زادة بصفة معناتها احترافية بصفة محكمة وباعتماد حكام محترفين. هو حتى قبل يعملوا حكام محترفين واحد مي، لكن هذه السنة يعني نظرا للعدد تاع الفرق 22 عملنا نظام تاع قرعة، عملنا مجموعات، كوننا 7 مجموعات، ستة مجموعات بثلاثة فرق، يعني 6 في 3 18 فريق، ومجموعة فيها 4 فرق. الستة مجموعات نصفيوا منهم يخرجوا منهم الفائزين 6 الأوائل، ومجموعة الأربعة زوز في الأخير، معناتها نتحصلوا على 8 فرق فائزة. ذوك نمروا بهم للدور ربع النهائي، ثم الدور نصف النهائي، بعد ثم الدور النهائي اللي مش يقع يوم الأحد. نهار الأحد إن شاء الله يكون الاختتام دور النهائي والاختتام الدورة هذه. بالنسبة للبرنامج العبيد اللي تسمع فينا تحب تتفرج، نقول لهم المقابلات فين والوقت؟ المقابلات توا قاعدين يصيروا حاليا في تصفيات زوز ملاعب متاع 6 لاعبين في نزل لو كولوم تقريبا. نوفيو نكملوا اليوم مع 6 متاع العشية، غدوة عندنا برنامج زاد متاع بقية المقابلات متاع التصفيات، نكملوا نصف النهار والعشية نتعديوا للأدوار المتقدمة مع الربع النهائي والنصف النهائي. في انتظار نشوفوا المترشحين للدور النهائي نهار الأحد. فما جوائز؟ شنو فما في الاختتام؟ فما ميداليات للفائز، ميدالية ذهبية للفائز الأول، ميدالية يعني في ذي الفائز الثاني، فما جوائز أكيد ذي اللي نستناه، وإن شاء الله تكون دورة ناجحة. نحن ديما الأوان يعني نحفزوهم المشاركة والمساهمة ديما باش ينخرطوا في الأنشطة هذية، فهمتني؟ خاطر تضمن الانفتاح والإنتاج وتقوي معناتها الأواصر متاع التواصل والحوار، فهمتني؟ البناء تعزز وحدة الصف، وان شاء الله تكون دورة ناجحة على
دورة ناجحة بحول الله إن شاء الله بتوفيق ليكم. كلمة من عرش كنا مش نختم معك، عندك ما تقول، تحب تقول حاجة؟ ما تفش عليك ما اتصالات تونس بخلاف جمعياتها احنا المكونين هي راعي للرياضات الجماعية والفردية كما قبل أسامة الملون اللي معتها شجوه، وكذلك معتها الأندية النخبة متاع الرابطة الأولى والرابطة الثانية معتها نراو فيهم ونشجوا معتها عن طريق الاستشهار ويهد واضح. إن شاء الله بتوفيق ليكم إن شاء الله دورة ناجحة. يعطيك الصحة سيد أحمد بن عمار مسؤول عن تنظيم دورة الوطنية الخامسة لكرة القدم، 6 لاعبين على حضورك معنا في استوديو كابا فيم. هكا نكون وصلنا لنهاية كونت خطاك لليوم، مشكورين برشا الضيوف اللي كانوا حاضرين بحضينا، أنتم الناس الكل اللي سمعتونا وتابعتونا. يعطيك الصحة. نبيل بن عيسى معايا في الإخراج، هبة هبوب في التصوير، سليم وحذامي في التنسيق العام، شيراز من قدام الميكرو. نقول لكم ابقوا معنا، بعد شوية يجيكم مالك في ولاد الكاب في لمينا. كاب اف ام الكلمة ليك.